مشاهدي الكريم الكرام، المحطة الأخيرة في جولة كربلاء راح تكون في مستشفى الإمام الحسن المشتبى. هذا المستشفى من القصص، تدرون أنا سولفت كثير بالمستشفيات العشرة، هذا واحد منهم اللي تم افتتاحه، يعني تلكيت بسبب الأموال. تالي بتالي المحافظة حسب معلوماتي دامت 2 مليار دينار وتم إكماله. هيدا أشوف حقيقة ما يجري من خلال الناس ومن خلال السادة المسؤولين في هذا المستشفى، شنو طبيعة ونوعية الخدمات. راح يكون وياي الدكتور صباح الموسوي مدير عام صحة كربلاء. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. شرف. أولا مبروك على هذا المستشفى. أريد ناخذ لنا جولة. تفضل. أنا وأنت. تفضل. وأريد أسألك، كبناء حلو، لكن احكي لي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وطبيعة الأجهزة اللي عندكم، وش قد هاي الأجهزة متطورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رحب بيك وبقناتكم الكريمة. جات هاي المستشفى وإحنا سعداء بوجودكم. الله يحفظك. حقيقة هاي مستشفى الإمام الحسن هي من المستشفيات العشرة اللي تعاقدت عليها وزارة الصحة منذ عام 2014، تم افتتاحها النهائي سنة 21 شهر السابع 21. طبعا إحنا كدائرة الصحة استلمناها سنة 21 ووضعنا خطة قبل هذه الفترة، قبل الاستلام، بوضع إدارة وكوادر. وبدينا بنهيئ الكوادر وافتتاح المستشفى أقسامها تبعا. الآن المستشفى تعمل، هسه احنا ندخل جنابك إلى أهم جزء بالمستشفى اللي هو المعجلات الخطية، اللي هو العلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي. هذا هم أورام؟ هذا أورام طبعا. هذا طبعا تدري كانت أكو مشكلة كبيرة في كربلاء، لا يوجد مكان أو معجلات خطية أو إشعاع. كان المواطن يلجأ إلى القطاع الخاص أو في بعض الأحيان في المؤسسات اللي موجود بهذا الإشعاع، يأخذ فترة طويلة شهرين أو 3 أشهر، وفي القطاع الخاص مبالغ كثيرة يدفع الجلسة الواحدة. الآن هذا المعجلات الخطية تعمل يوميا جهازيا 80 فحص أو 80 مريض نعطي العلاج بدون مواعيد. 50% اللي يأتونا من خارج المحافظة. خارج المحافظة. من خارج محافظة كربلاء، من كل محافظات العراق. العلاج الكيميائي اللي موجود هنا أيضا، يعني يجونا مراجعين من خارج العراق، من خارج العفو كربلاء. تقريبا 48%. دكتور أحمد مدير القسم اختصاص طب النووي والإشعاع. هذا هو فعلا مثل ما قال اخ الدكتور صباح الدكتور حسين، هو هذا يعني عمود او باكوره المستشفى. عفوا يعني حياكم الله. بالنسبه لل طبعا هو قسم نوعي، وكان فعلا مثل ما قال السيد كان اكو فد ويتنج ليست او قائمه انتظار طويله. المريض العراقي يضطر يسافر خارج العراق وممكن ينتظر اشهر اذا بداخل العراق. يلا خلينا نتمشى ونسولف. هنا يمكن ما نقدر خصوصيه المريض. هاي معجل خط اشعاع. معالج اشعاعي بجهاز يعني حديث، والان ايضا احنا بطور التعاقد مع شركه عالميه لاجراء تحديثات، خلال اشهر تنتهي التحديثات. الاجهزه اللي عندك شلونها؟ الاجهزه حديثه جدا وتعاقد. يعني شنو مستوى الحداثه مثلا؟ يعني قياسا بدول المنطقه والعالم. قياسا العالم هي الاحدث. ووفق التحديث اللي على وشك التعاقد ويا اللي ممكن خلال 3 أشهر يكمل، يكون هو الأحدث على مستوى العالم، مو بس على مستوى المنطقة. طبعا على مستوى العالم، على مستوى العالم هو جهاز المعجل الخطي. ويا هاي المفارقة اللي خلينا نقول للمريض دائما يتفاجأ انه من يشوف هاي المستشفى بهاي الفندقة الجيدة. ولكن البارحة انا يعني قبل ايام كان عندي لقاء مع السيد المحافظ، بدا يحكي لي ارقام، حتى قلت له على الجو، قلت له غاصب علي لان ما دا اصدق الارقام. يعني انت الان حتى تكتمل فرحه اللي اسمعها حقيقه انه احنا ننتقل الى مستوى العالم. اكيد هو احنا هذا الشيء مو بس احنا مستغربين من عنده او جنابك، المرضى نفسهم مرات يسالون دكتور ما راح ندفع فلوس، يعني هاي مستشفى مو اهلي. فالحمد لله خلينا صار مدير مستشفى مو نعم. يعني خلينا نتعرف عليه دكتور حسين علي حكيم مدير مستشفى. كلفة الجلسة الواحدة في المستشفيات الخاصة تكلف 150,000 دينار الجلسة الواحدة. المريض يحتاج من 20 إلى يعني حسب الورم مالته يمكن إلى 30 جلسة، طبعا معدل يعني 5 أيام بالأسبوع. المعجلات حاليا على وضعها هي من شركات رصينة تعالج 70% من أنواع 80% من أنواع الأورام يعني.
راح يتم تحديثها يعني حتى تغطي كل انواع الاورام ان شاء الله. وهذا الامر يعني ايش قد هنا تاخذون؟ يوميا يعني يعالج يعني من 80 الى 90 جلسه باليوم طبعا بدون مواعيد. المريض كان ينتظر يعني في بقيه المؤسسات الحكوميه 6 اشهر حتى يوصل موعد الاشعاع مالته. المريض يجي مباشره الان من كل المحافظات، 50% من مراجعين هذا المركز من المحافظات مختلف طبعا المحافظات من الشمال للجنوب. نفس اليوم سمعت من الاقليم يجون هنا كل المحافظات، يمكن لو تلتقي هسه بالمرضى راح تلقى من الموصل، راح تلقى من الاعمار، راح تلقى من مختلف. ايش قد تاخذون المريض؟ مجانا طبعا. بلاش. هي احنا 3 امتيازات الامتياز الاول من مقصد الدكتور انه الخدمات النوعيه، الاجهزه الحديثه، وعدم وجود قائمه انتظار، وكادر متدرب، وكادر ايضا يعني تقني عالي، وكادر طبي عالي. لذلك فعلا المريض يعني خلينا نقول احنا يخرج بنتائج جيده جدا. وخلال خبره السنه اللي مضت انه حتى النتائج انعكست ايجابيا على حياه المريض وعلى نوعيه حياه المريض. وهذا شيء بيان بفضل الله سبحانه وتعالى. معناته قصص يمكن لو بعدين تطلع عليها يعني قصص نجاح ايضا لطيفه، بعض امراض التحديات هي يعني مو قصص يعني مرض عادي. انا اريد اسال سؤال دكتور مهني. قال السرطان يكاد ان يكون من الامراض الحديثه التي دخلت الى العراق. مستوى التعامل الخبرات اللي عند اطبائنا عند كوادرنا اللي اكتسبت بالميدان الان كيف ممكن تقيم؟ يعني الان عندنا احنا بالعراق وزاره الصحه عندنا انفتح بورد يعني دراسه الدكتوراه في معالجه الاورام بالاشعاع ومعالجه الاورام بالعقاقير الكيميائيه. العراق طبعا هو مو دخول حديث الى احنا من الخمسينات كان عندنا مستشفى الامل في بغداد. كظاهره تحول الى ظاهره كعقاقير. زياده اعداد الاصابات. اعداد كبيره. الان بدينا نواكب يعني لحد 2010 كان اعدادنا قليله. هم ككوادر فيزيائيه، هم ككوادر تمريضيه، هم كاطباء. اي من 2014 الى الان بدينا نواكب المعدلات العالميه بعدد الاطباء وعدد لازمنا بحاجه خوب حتى نوصل للامور. اختصاص شحيح هو بس الان يعني قادرين. شلون تتمشى على بقيه الاقسام؟ عدد المرضى الان اللي هو 80 مريض يوميا يعتبر معدل عالي يعني حتى في يعني اكو زياده اكو طفره بالاصابات؟ احنا لحد الان بصراحه وفق احصائيات وزاره الصحه هاي الطفره ما تعتبر عراقيه، هي طفره عالميه. زيادة عالمية يعني مقبولة عالميا، بس هي ليش زادت الأعداد يمنا؟ يعني زيادة الفحوصات يمنا لأنه ذا 50% من باقي المحافظات، يعني هذا المركز قام يقدم خدمة مو لأهالي كربلاء بس. فلذلك اللي بالمحافظات الأخرى أو بالأماكن الأخرى اللي عنده قائمة انتظار طويلة قام يجي لهنا نفس اليوم ياخذ الإشعاع ويروح. يعني عندنا ناس تجينا بسيارات اسعاف من محافظات من الموصل مثلا يجي ياخذ الجلسه مالته. احنا طبعا اكو سكن موفرين، رقود موفرين للمرضى للي يحتاج اللي عجبه يبقى. خلينا نروح على الردهات احنا زين. انا اريد اسال سؤال مشترك. انتم تتعاملون مع المريض بالجانب الفني وبالجانب المهني. نعم. هل تتم دراسه اسباب نمو وتكاثر هاي الظاهره على يعني للحد من المرض؟ اكو بحوث كثيره قاعد تجرى يعني اسباب الاعداد انواع الاورام كلها، وحتى المرضى كلهم يناقشون من قبل يعني فريق كامل مختلف الاختصاصات. من يصير رصد الحالات؟ عفوا دكتور احمد تفضل بعد الاختصاص. هاي الحالات اللي صرنا بالنسبه احنا عندنا ملف يعني ملف الكتروني بدينا ايضا نشتغل عليه انه بي التاريخ العائلي للمريض بتاريخ تعرض المواد الخطر. مثلا اذا امراه مصابه بورم الثدي احنا عندنا بنطلع انه اكو فد 5-6 عوامل للاصابه بورم الثدي. نسال المريض عندك هاي العامل عندك هذا العامل. هاي ردهات الاستاذ هي اللي يتم بها اعطاء العلاج الكيميائي. اليوم طبعا عطله عدد المرضى اقل بس ما زال انه البروتوكول اذا يتطلب اعطاء الدواء. سلام احد المرضى الابطال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ردات العلاج السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. شلون الامور؟ والله الحمد لله. شلون الجماعه وياك؟ والله ورده ما شاء الله. لا والله انطيني هذا. من وين حضرتك؟ بدياله. ان شاء الله. بدياله معك؟ بدياله معك. اكو مركز علاج كيميائي بس علاج اشعاعي عندنا كيميائي عندنا موجود بالمستشفى كامله بس علاج اشعاعي زين زينه. بس احنا دكتور علي عبد الرسول عندنا يعني الصراحه احسن من جماعتنا ولا يهونون جماعتنا حتى لا ننطي بديرتنا فعلى سمعته نجدي جاي. اي والله
بالله. اي بيل 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 بركه. والولد هنايا يعني الامانه يعني هاي امام الله. انتوا هسه اخذتوا اشعاع؟ ايه لا اخذنا كيمياء. كيمياء. ايه ما عنده اشعاع. احنا الاوراق. ايش قد دفعتوا؟ فلوس؟ ايه. ولا الف. بلاش؟ لا لا ما. بلاش. اي بلاش يلا دفعنا. شلون وضعك الان؟ الحمد لله. انت هاي اول مره تجي للمستشفى الامام؟ هاي صار تقريبا طال الجرعة. طال الجرعة. طبعا احنا اعلاميين هم نفيد انه الاعلام يسلط الضوء، احنا اكو فد عرف او فد عرف بين المجتمع العراقي على الاقل ومجتمعات عاده اللي غير مثقفه صحيا 100%، هسه بدا مجتمعنا ما شاء الله يصير مثقف صحيا، انه الكيمياوي يموت المريض وانه الكيمياوي اللي يوصل مرحله الكيمياوي يموت. هذا المريض دليل انه لطف الله سبحانه وتعالى من خلال الاسباب من خلال العلاج الكيميائي نسبه الشفاء يسموه هوجكن لنفوما او ورم لنفاوي على هذا البروتوكول الاي بي في دي المعتمد. يعني هسه هذا البروتوكول نفسه اللي نعطيه هنا هو يعطى في بريطانيا ويعطى في امريكا ونسبه شفاء المريض بالورم اللنفاوي تصل الى 100%. فاكو مرضى يعني يوقعون ضحيه الشائعات لا تروح تاخذ كيماوي لا تروح ويتاخر وربما يوصل مراحل متقدمه او ما يتعالج. أي. فهذا الله سبحانه وتعالى هو جعله سبب واحنا يعني واجبنا هنا انه نشتغل بهاي الاسباب. انا مشاهدينا الكرام والنتائج ايضا طيبه جدا. يعني استغل وجود الساده المهنيين، انتم شاهدتوا خلال الفتره الاخيره انا كلش كنت مهتم باللقاءات داخل المستشفيات عن قضيه مرضى السرطان. اكو رساله من خلال المختصين يجب ان تصل الى الاخر وهذه الرسالة التطمين، وأيضا أنه إحنا بدأت تنهض عندنا مؤسسات يجب أن لا نفقد الثقة بالأشياء. تدرون أنا الأبيض أقول عليه أبيض والمسخم أقول عليه مسخم، وأفتخر أنه إحنا الآن عندنا كوادر، ومثل ما قال الدكتور أنه هذا القلق والخوف يجب أن يبدد، لأنه أنا دا أتناقش مع المرضى ومع المختصين. أكيد. نشوف البقيه دكتور شباب بالمناسبه بس اضيف القضيه. أي. يعني العلاجات الكيميائيه اللي بالمؤسسات الحكوميه اكو نوعين يسموها البراند والجينريك الاصلي وال خلينا نقول التجاري. كل الادويه اللي بالمؤسسات الحكوميه هي البراند الاصليه الأصلية. اللي تجي بالمؤسسات المفحوصه. انتم موازنتكم من الوزاره لو من المحافظه؟ احنا كنا على المحافظه هسه انتقلنا على الوزاره، بس تدري جنابك هسه موازنه متوقفه لان احنا العام الماضي كنا نعمل على الواحد على 12. يا ابو والله ملينا من طلبه الموازنه، بعدنا نسحب في الموازنه. بس الادويه جهزناها العلاجات الكيماويه اكو يعني من الشركه يعني العامه. تعاملكم مع كيماديا؟ كيماديا طبعا هي تجهزنا بهذه الادويه والمستلزمات، اللي ما يتجهز كدائر الصحه احنا نوفره. اكو سوالف اكو لغط على كيماديا. يعني بالتجهيز وبالتجهيز هسه هم جهزونه. هسه تقول احنا ناخذ براندات. برايي كيماديا تجيب البراند. هسه هاي الادويه شفتها يمكن استرازينيكا. هاي النساء هنا. السلام عليكم. احنا يمكن ما نقدر نصور هنا شوي نساء. شلونك دكتور؟ لا مسؤول التمريض. مسؤول التمريض. بالرنتا. مبارك. اي. الحمد لله على السلامه اخوي. ان شاء الله السلامه. من الناصريه. من وين حجيه؟ مسيب. من الناصريه مو؟ لا مسيب وخذوا الناصريه. ورم الثدي هاي ايضا علاجها تاكسول هيرسبتين. تصير مرات عندنا نقوصات وهاي مشكله وزاريه ومشكله وطنيه بالعلاجات، بس الحمد لله مركزنا يعني قادرين نراوز. وهي ايضا رساله انه مرضى اورام الثدي اللي هو تقريبا هسه من كل 8 نساء اكو امراه عراقيه قد تكون مصابه. نعم. قل لي كثر هذا شنو اسبابه حتى نوصل رساله من وين؟ يعني احنا اذا اي استخدامات تؤدي الى ورم الثدي. اكو اسباب عالميه، اسباب تلوث بلاستيكي، بس هي مو خاصه بالعراق، لحد الان النسب العراقيه هي مقاربه للنسب العالميه. بس اذا اكو فائده من اطلاق رساله هي قضيتين، القضيه الاولى بالنسبه لورم الثدي باعتبار هو اكثر الاورام انتشارا، كلش يفيدنا الفحص المبكر. فحص مبكر. يعني بدل ما المريضه تجي كلش قد لازم الانسان المريضه اكو يعني خلينا نقول بروتوكول وعندنا احنا استشاريه مال اسمها الكشف المبكر عن اورام الثدي في كربلاء. نروح نفتح فايل، المرأة اللي فوق 40 سنة سنويا تسوي كشف مبكر، واللي أقل من 40 سنة وعندها تاريخ عائلي فرضا أمها خالتها هم تسوي هم تسوي هذا. يعني رسالتنا الكشف المبكر عن الأورام بشكل مفيد، بس مو للحد أنه فوضى القلق أنه الواهس اللي ممكن يسوي لهوة. هي يسوون برنامج من يراجعون هاي الاستشاريات الكشف المبكر. أنتم عندكم هنا الآن موجود أي مواطن يجي يسوي هذا مجانا؟ عندنا مركز في مستشفى الحسيني لأن به اختصاصات لهذا النوع، طبعا يحتاج أشعة ويحتاج سونار خاص معين وهذا اطباء اختصاص. خويا شلون امورك هنا؟ شلون الخدمه؟ لا الحمد لله. الاكل، الماي، الشرب؟ ما قصرت. كله مجانا؟ الحمد لله. ايش قد صار لك تراجعين؟ انا هاي خلصت اربعه وهاي خمسه. تحسين عندك فرق يمه؟ ان شاء الله. ان
شاء الله وراء زينة زينة مو لأنه واقفين أنا جاي لكم على موتكم لا والله لا نظيف المستشفى إن شاء الله ما مقصرين يعني آه لا والله مو مجاملة يعني نحن هاي شايفينها بس زين معنويات زيادة الحمد لله أكيد أنا أسأل أطباء معنويات زينة يعني ماكو شيء مقلق إن شاء الله لا أبدا الحمد لله عدنا ولادات نسباع قصص نجاح هواية كبيرة إيه يلا أخوي سلامة سلامة مدام السيد المدير موجود والسادة الأطباء تحتاجين شي أخوي الله يسلمك الله يستر عليكم إن شاء الله الله يسلمك احنا في شغلات حتى مو على عاتق المستشفى نوفرها بالتعاون ويا الاداره مثلا مرات مرضى المحافظات يعني. نقدر نوفر سكن للمريض نفسه بس هم جايبين ليا مرافقين يعني سكن خارج لا داخل المستشفى داخل المستشفى مثلا يجونا من الانبار من الموصل وهم صراحه بها فائده اجتماعيه عن الخدمات اللي تقدمها امانه شفت جنابك يعني ثلاث مرضى من خارج كربلاء لا دا شوف انا حتى هاي الظاهره شفتها بالبصره بس البصره يمكن المستشفى يحتاج الى تحديث بس صاير أشبه بالعرب المريض اللي يجي من مكان أكو سكن نعم قل لي يجيكم دعم من برا منظمات مجتمع مدني منظمات دولية يعني طرق. إحنا لحد الآن ما أجانا فرد شيء على هاي المستشفى يعني تدري إحنا مدينة زياراتها زياراتها كثيرة زيارات مليونية كثيرة يعني تدري زيارات معدل سنوياً يدخلنا 70 مليون زائر أي فمدينة خطارها هواي وهم مو خطار هم أهلها يا بقى انتو ناس معازين السلام عليكم السلام عليكم شلون شباب شلون صحتك شلون الصحة شلونكم انتم راجعين ان شاء الله منو من كربلاء منو من خارج كربلاء ها كربلاء انت من المحمودية وانت كربلاء وانت حجي بغداد انتوا كلكم عندكم يعني مال سرطان ان شاء الله مرض اورام ان شاء الله صحة والعافيه الدكتور هم يشرفونا احنا مرات وين الحكومه مو ربع ها ان شاء الله فهم كلهم بركه الجماعه يقولون بلاش والله يعني الحقيقه امانه الله حقيقه من رخصه الحجي وانا كنت اصغر واحد امانه الله قادر رحم الله والديهم وكله بلاش والكادر من اقل واحد اعلى واحد والله قايمين بالواجب احنا عفنا بغداد عفنا المحافظات ابو اربيل ابو سليماني استاذ العزيز دولة ولد عمي ترى من المحمودية من بغداد حياك الله انت وهم اهلا وسهلا بك لا لا بعتك والحمد لله والشكر والله قايمين بالواجب يعني الشعاع حتى جاعد الناس يقدمونا يقولون انتم راعين خطوه جماعة الشعار أهل كربلاء كربلاء والله والنعم منهم ومعازيب أنت أخر جاعد نبات الدكتور يقول لي إذا ما يضيفونك تشغل يوم أنا ضيفك ببيتي أنت إيش عندك مريض عندي والدتي سلام والحجي حجي هو مريض أنت مريض أخوي قد صار لك تراجع صار لي تقريبا بالشهر 20 يوم شلون تحس نفسك على العلاجات والله أكو تحسن إن شاء الله تعبان تقعد شو تقعد؟ لا الحمد لله وانت خالي؟ والله الحمد لله جاي وياها ابن عمي والحمد لله يعني معامله جيد جدا صناعه ثقافه من هذا النوع بالاعلام مطلوبه جدا انه تصل الى الحقيقه من خلال اهلها لا تشتغل تلمح ولا تشتغل ضد انا كلش فرحان انه احنا عندنا 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 تجربه الان بدات تنمو خلونا نطور ونعمم من هاي التجربه ونسوي هاي ثقافة التلاقح بين الأطباء. دكتور بعد إيش عندنا؟ إحنا راح نروح على أقسام يعني جزء كثير من الإخوان أو الناس ما تعرف أقسام مستشفى اللي تشتغل. أي. هسه رتت الديلزة اللي هو مرضى الغسل الكلوي واللي هذا يعتبر من الأشياء المهمة لا يقل أهمية عن العلاج الكيميائي. يعني عندكم تخصصات غير السرطان؟ طبعًا هذه هاي واحدة من عندهن عندنا غسل الكلى عندنا جراحة المنظارية صالات عمليات عندنا عمليات القلب المفتوح. 135 عملية قلب مفتوح أجريت في هذه المستشفى شقد نجح منها؟ 98% عن طريق يعني عمليات كبرى يعني العملية الواحدة تكلف خارج بقطاع الخاص تكلف 20,000 إلى 25,000 دولار والله أنت سويت لواس سوي عملية سويت لواس سوي عملية والحقيقه كل كل الوفود طبعا هاي العمليات هي عن طريق الاخلاء الطبي وزاره الصحه تستخدم فريق مع فريق من كربلاء طبيب اختصاص
وفريقنا يشتغل معاهم. طيب انا اريد اسال الدكتور شنو الحالات اللي شنو الحالات اللي عندكم مرات تضطرون انه انتم تحولوها للخارج؟ صارت عندكم مثلا حالات مريض تقول له انه هاي احنا حدود امكانياتنا لازم تطلع؟ يعني الحمد لله هو المرضى مثلا اللي ذكرها دكتور صباح المرضى القلب المفتوح هم كانوا يحاولون الخارج، الان العمليات تجرى هنا فاضي مسج. احنا نروح على القلب المفتوح. هذا لا غسل كده. غسل كده. خلينا نشوف. أي؟ الحمد لله يعني المستشفى قاعد تتطور بالعكس، يعني اكو عمليات كانت تجرى في الخارج هسه تجرى هذه المستشفى. مجاني. مجاني. زين انت تتذكر انا دكتور اتذكر قبل كانت اكو محاذير وخوف من غسل الكلى، الان شنو التطور اللي موجود عندكم؟ بالعكس ثقافه الناس يعني باتجاه ثقافه الطبيب ومستوى الطبيب. نعم. اكيد ثقافه الطبيب والمهم هو ثقافه المجتمع. نعم. انه يتقبل هذا الشيء، اكو ناس ترفض يعني يتخوف انا راح اغسل كلى راح تسوء. احنا ما زلنا لحد الان مرعب، ماكو تطمينات انه غسل الكلى اصبح في القضيه مو خطره. يمكن راح تلقى هسه شوف مرضى صار لهم سنوات يغسلون كذا هنا. اي نعم. خلونا نطب العمل صار غسل كذا ثقافه لين قام يصير يطول بالعمر، مضاعفات قامت تقل، اكو جزء مرضى تلقى 9 سنوات صار له 10 سنوات. أي. دكتور هاي الحاله مالك يعني انت بغض النظر المواطن من اللي قال لك انتوا الاجهزه اللي عندكم كافيه؟ هي شوف هذا طموح لا هو طبعا احنا هذا الاجهزه طبعا هي الغسل الفعلي 4 ساعات يبقلنا يضع الجهاز، يعني انت في كل وجبه 10 يدخلون 4 ساعات الوجبه الثانيه وهكذا. تحتاج التاجيل طبعا. هذه الاجهزه احنا عندنا هو الاخ بهذا المكان عندنا 60 جهاز في مستشفى الحسيني الثاني الابي الرئيسي 60 جهاز ويقدر اذا حاله طارئه نستقبله هناك. بعض هم عاده مرضى الكلى الحالات الطارئه يروحون ذيك المستشفى، ليش؟ لان هذا ما قد يجينا زائر او يجينا من غير محافظه. هنا الحالات الاطباء مشخصيها حسب جدول وبروتوكول. تقول لي راح تزيد؟ اي طبعا لان نحتاج نزيد. ليش؟ ان قابليه نقدر نزيد بعد 10 اجهزه، اكو عقد في وزاره الصحه قريبا ان شاء الله يكمل راح يجهزونا ب10 اجهزه اضافيه لهنا 20 يصير قابليه المكان 20. وقتا هاي الحلقه تقريبا خلاص. احنا كنا سعداء دكتور صباح شفناكم. الله يخليك شرفتنا وشفنا انجازاتكم وشفنا ما موجود. هذه مقدمات الى خطوات اخرى اكيد. انا اشكرك يا اهلا وسهلا تشرفنا دكتور. شكرا جزيلا دكتور، تحياتي ممنون. شكرا جزيلا.